السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للمسلم إذا دخل المسجد وأراد الجلوس أن يجلس من غير صلاة للتحية؟ هل يجوز للمسلم إذا دخل المسجد وأراد الجلوس أن يجلس من غير صلاة للتحية؟ تحية السنة، تحية المسجد سنة ليست واجبة عند الجمهور، إذا جلس فلا بأس، لكن فاته فضيلة، فاته فضيلة وأجر. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.